إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من لي سيسترز كوكينغ. نازو اختي ساره، واش راكي؟ متينه والمندارين والطعام. انا راني متينه والمندارين، ما خرجت اليوم، زدت لها غير لا كانيل كما قالت لها الاخرى. ايوا لارانجا، لارانجا وليمونا. داكوغ، واش راكم اعزائنا المشاهدين؟ مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. كما العاده والعوايد نجوكم انا واختي ساره بوصفات شابة لذيذة. قلت لي نسيها، زعما قلت لي نو، عفوا حسيت روحي. انت ثاني جيتينا اليوم بكرافاطة، لا ما فهمتش. اوفيسيال، شنو اوفيسيال كيما يقول جاك. شنو اوفيسيال ما ديريناش بك الصورة كي هلق هي قلتيهم بالكرافاطة تاعك. كيما يقول جاك. ديريها هاك. لا تشوني. ديريها من اللور. لا تشوني. لا تشوني. نكمل كيما قلنا، اليوم جبنا لكم وصفتين ولا ثلاث وصفات. ثلاث وصفات. اليوم تموتوا بالضحك. والسارة دارت أشغال يدوية كي تولي واعر، يعار يعار. حدير لنا الوصفه الاولى اللي هي الغراتان تاع البروكولي والدجاج والبطاطا حلوه والخضر. الله الله، والبروكولي ماشي خضر. ما خديتيش تكملي يا اختي، وانا عارفك يا بنات. هذا الانغريديون. والوصفه الثانيه عندنا الفلايك قوارب. انا نخدمهم بحر الغامق. اليوم نغني لها يا بحر الغامق. قوارب نعمروهم بالدجاج. خدمتيهم بالتورتيا زعما فخيطاس. زعما فخيطاس مكمله قرايتها و... برك ولا اوليو ساندويتش جات بابور بابور تحط قلع فوالا. وانا كيما العاده والعوايد، وين كاين السكر الحليب التشينه المايزينه تكون نازيه على حسب لي زانغريدون، على حسب لاطاي. حندير لكم هذه المره تحليه جبناها لكم من لا من كاتالانيا. من كاتالانيا سي ان ديسير كاتالون. كاتالون واسمو كريم كاتالان. واسمها كريمه كاتالانيا. الوغ الكريمه هذه، يعني عجبتني الكلمه هذه. الكريمه كيما هذه الكريمه كيما قالوا فيها ليتشي، فيها 700 مليلتر من الحليب. ليتشي فيها 700 مليلتر. وبالك وتقولوا زعما لا لا ما كاش كيفاش. لا 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 لا، كاين زوج كلمات نصرفوهم كنروحوا بعدا نقعدوا كيما بيكينينا. اخ على بيكينينا. بيكينينا 700. احكموا السريع، احكموا معايا ما كاش كاش. 700 مليلتر من الحليب، عندنا السكر 80 غرام من السكر، عندنا 20 غرام تاع مايزينا، عندنا عود كانيل القرفه، وعندنا حبتين وحبه قارص. دوك تشوفوا واش نديروا بهم. نبداو نروح نجيب الكاسرولة تاعي واعود. انا حاجه الاولى عندي هنا الماء كنت درته يغلي، راني زدت له الملح باش ندير فيه هذا البروكولي. هذا مسكين مصفر عنده لانيمي كيما حالتي حبيبي. صفراكس صفراكس. ايه ونسيت المهم والاهم، عندنا سي جون دوف تالمون تحطه لي ملي هاد دايما ننساه. جيت نخلط ما صبت، واش راح نخلط؟ ندير هنا الزيت باش نوجدوا لا فارس تاعنا. كسرتي لنا كاع الماء، بسم الله الرحمن الرحيم. دنيا دنيتها. الوغ نوجدوا لا فارس تاعنا تاع تاع الكغاطون. اعطيني معاك مغرفه نازو تاع العود. اوكي راني نشوف مغرفة. هنا ندير البلون تاع البولي مقطع هكذا طريفات صغار. هذا نديروه غير شويه برك في الماء، جوست هكذا يا لو بلونشيغ، بس كي روح ما فيش الروح. هنا عندنا ان بلون بولي نجو نقليوه شويه زيت الزيتون. زيت الزيتونه نديروا له شويه في الفلفل. قال لك الزيت من الزيتونه والحوت من البحر. ولا لا ما تعرفيهاش هذه. غيبتيها لي في حاجه. هذه ناس بكري يقولوها، الزيت من الزيتونه والحوت من البحر. غيبتيها لي. الحليب تاعنا نحكموا نديروه في الكاسروله كيما راكو تشوفوا. نخلو شويه كيما هدايا. دوك تشوفوا واش نديروا به. نحكموا التشينه تاعنا والقارص تاعنا يكونوا منقيين مشلين مليح، ونديروا كيما هكاكو تشوفوا. نحو هاد لوزاس هذا واش نسحقوا حنايا هاد الوصفه.
سيو ما تنحوش الابيض بزاف، بوكو بلوس نحو غير لوزاس، ما تبرشوش كبير كبير هكايا. ونزيدو القارص تاعنا كيما راكو تشوفوا، رايه برايه. هكذا ونحطوها فوق النار مع بيان سور العود تاع الكانيل وشويه تاع السكر، والسكر الدوزيام نخليه ملهيها. تي ساره كاش ما كاش نخليها تغلي ليا. هنا نحكموا هدايا قدامنا، نديروا لما تبقى من السكر الداخل نحو هاد الادوات، ما نسحقهمش كامل. الوغ هنا بعد ما قليت هاد الدجاج ديالي نزيدو فوقو بصيله مقطعه صغيره، ونزيدو فوقو ايبيس تاع الدجاج. قلت لكم هاد لي زيبيس تلقاوهم ينباعوا في عند اللي يبيعوا العقاقر. نزيدو الملح، وكنت درت لها الفلفل الكحل هي الاولى. اليك الخط سيدات. هنا نحكموا 6 حبات بيض، دو غير الصفر تاع البيض، والبياض اللي يقعد لكم ديروا به فوم شوك. وعلاه ماشي مشوك؟ فوم شوك ايكونوميزي، فوم شوك لازم لهم كيلو تاع لوز، فوم شوك ساهل. ستة نسحق مقلاة واحدة صفار البيض كيما راكو تشوفوا باش ندير فيها. انا هذا نحي هاد البروكولي. هادي لا كريم كاتالان، سي لا فيرسيون تاع لا كريم بروليه تاعهم هما. برك هاد لا كريم فيها من السما لي زاغروم، وفيها القرفه، فيها ال فيها واش يسموه التنسيمه تاع لا ميديتيراني، يعطروها بال بليغو دو لا ميديتيراني، سي تشينا وال لي زاغروم. راني صفيتها قلنا 6، هنا 1 2 3 4 5 6. هنا ثاني كنسحق الزيت باش ندير لافارس تاع هذوك القوارب تاع الفلايك. الوغ هنا الزيت تاعنا نحطو فيها تانيك صدر تاع الدجاج مقطع صغير، نخلوه يتقلى. والفرق بين هذه ولا كريم بغولي، لا كريم بغولي طيب شويه في هذه ما طيبش، هذه ما طيبش، هذه طيب فوق النار. الوغ هنا الكغاتان تاعنا حنديروه بطاطا حلوه، بزوج بطاطات، بطاطا حلوه وبطاطا نورمال. صافي عندنا 3 حبات بطاطا حلوه وزوج حبات بطاطا نورمال، نديروهم يغلو في الماء والملح، ومن بعد نعبزوهم كيما راكم تشوفوا. برك انا نحكم نعاود نزيد نخدمهم، نحك هذا السكر مع البيض كوم سا كيما راكم. لا 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 ماشي بالبطاطا، بعدا حرب البطاطس. هاني نتيري بالبطاطا. نديروه نديرو المايزينا تاعنا اللي هي 20 غرام، ونزيدو نحلوها بالقليل تاع الحليب اللي خليناه بارد. الوغ شوفو البطاطا ديالي ديجا هي معبزة، انا هنا حنزيد لها الكركم باش نلونها. قلت لكم بطاطا حلوه تاعنا تاع الجزائر ماشي كيما الاخرين، عندها بروبليم تاع لا كولور. مسكينه شتيها قابضها بصفاير قابضها بصفاير نمر على روحو انا هي بصح نزيدوا لها البطاطا تاع العالم كاع يديك اورانج تاعنا حنايا قابضها الاصفر، عندها مشكل مسكينه. اغال عندها مسكينه لابوليو بصفاير، واش نديروا كاع الامراض. روحي برك فوالا تبلي ربي ملقمينها غارسينها مكاش حاجه. الفرماج نازل تحلي لي هذا الفرماج هنا الا عندك الوقت. اي سي بون هذيك لازم يغلي لي. انا هاي التحضيره تاعي واجده، درت فيها 6 صفار البيض، 20 غرام تاع مايزينا، كملت السكر اللي قعد لي 80 غرام قسمته بين الحليب وهنايا، خلطتهم مليح وزدت الحليب البارد اللي قعد لي شويه. الهيها درت الحليب عندي 700 مليلتر تاع حليب، نقسمها نخلي واحد 100 مليلتر لهنا و 600 نديرهم لهيها، ما عنديش الوقت. ناق حكم تشينا والمندال تشينا والقارص تاعنا هذاك، نحيت لهم لابو تاعهم درتها لداخل، ودرت عود تاع السينيمون كيما نقولوا انايا اللي هو القرفه، وخليتهم يغليو. دوك يغليو نخلطهم الخليط الاول مع الخليط الثاني. هنا البطاطا حلوه والبطاطا نورمال ننسيها، انا درت لهم الحليب
ونازو حزيد لهم الفرماج هذا ندير لهم كوبل الفرماج تاع بربر الجديد هذا جو اشي بارمونتيي بالبطاطا حلوه هايل سورتو للبوراك باش يدوب للغراتان باش يدوب ولي غاتو تشيز كيك والاخر باش يجيكم دايب الو هنا شوفوا ندير بصل بودره ندير فلفله حمراء هكذايا فوالا مقطع رقيق فلفله حلوه فوالا نزيد الفلفل الكحل نزيد الملح هاك سي بون اصبر دوك نقول لك واش تزيدي ديري ليه تانيك هاك تمشي تعلق القوارب ايه ديريهم لي في الكوشه يتحمروا شويه برك هادو كيما وريتيهم دوك نوري لهم كيفاش نخدموا نقول لكم عمليه اللي دارتها ساره اشغال يدويه حبت تدخلني معاها نو نزيدو كيفاش مزياره دي عاونت مزياره دي عاودتك الحمراء ديالي كاينه حاضره مسكينه دير كلشي مزياره دي عاونت دونك هنا درنا زيت الزيتون صدر تاع الدجاج بصل تاع البودره فلفل الكحل ايبيس دجاج او ايبيس دجاج 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 ولا دجاج دجاج صح فلفله حمراء وهنا حنزيد البابريكا ساره سقساوك البارح ما لاعق ولا ما عالق والله ما على بالي ابارامون كتقولي مل شنو ملعقه ملعقه ماشي ملعقه انا واش كتبت ملاعق واقيلا كتبتي معالق والله ما على بالي واش كتبت حاسون صحاب اللغه العربيه دخلوا بقوه صحح لنا المعلومه اي احنا جايين من الهند ما نهضروش اللغه العربيه الله غالب انا نهضر اللارجو اي نهضر اللانجويج تاعنا تاع 58 ولايه دوك نخلو هذا هكذا انا واش ندير لك نسحق ان مول صاي حتى انا حليبي غلا روحي كملي لا غوسيت تاعك حليبي غلا نوري لهم برك الطريقه وخلاص باسكو انا سي ساهل ماهل الطريقه الاخيره هي اننا ندو الحليب تاعنا هذا اللي غلاو فيه كيما راكو تشوفوا تنسم مليح بال لي زاغروم التازي الحمضيات حمضيات نصفوه بيان سور ما نديروهمش لداخل ونخلو كسرونتنا هنا قدام عينينا هذا نحطوه هنايا وهذا على الدوم الوغ شوفوا شح ندير هذه ليطاج الاولاني هنا نخلط مليح نازو برا مورق التورتيه باش نوري لهم كيفاش نواسي دفي فور تورتيه انا نكمل هذه برك باش نعاود نرضها فوق النار باسكو لازم تولي فوق النار خلط الخليط الاول مع الخليط الثاني اللي هو الحليب مع البيض اللي درنا له كلش نعاودو نردوه في الكاسرونه تاعنا باش نروحو نتقلوه شويه فوق النار كده هو زعما هكذا ما تطلقيناش كاش نار والو ما عندناش امل عاودي ولي كنت في بلاصتك لا تحوسي على نروح اخرى الوغ شوفوا هنايا الدجاج تاعنا راهو يطيب نعريه هكذايا باش نخليه شويه نسحق هذا البروكولي الوغ شوفوا على ورق التورتيه كيفاش واسيتهم استنى زيها دقيقه استنى نبعد لك وديري اشغال يدويه الوغ شوفوا نجو نحكموا الورقه نقسموها هكذا على زوج ومن بعد نحوا لها هذه هكذا هادوما حمصوهم ديروا بهم شلاضة فتوش تجوا لهنا تقسموا هكا هكا هكذا وهكذا خملت شويه تحكموا هادو مع هكا نزيدوا لها شويه في العطاي هادو مع هكذا هاد شنايف هكا شنايف معناتها لي بورجور صحاب الفرنسيه ونحكموهم بالكوردو اوكي نزيدو نجو منا وحنا درنا بابور يا بابور اللوح يا بابور اللوح يا نهار اللي كبحر الغام هاوليك القارب ديالنا نزيدو نديرو لو كوردون منا فهمتو ساهله غابيد وديرو فيها لا فارس اللي تحبوها هادي انا كملنا منها نازو نروحو فاصل ونعاودو نولو باش نكملو الوصفات ديالنا انا راني جايبه لو طون هادو ما يطيبو لنا لي زانغريديون كامل ون راني غير بلاتي نكسرهم تبعتني تعرفو فليكسيا ها مالا نروحو فاصل ونعاودو نولو باش نكملو الوصفه تاع اليوم اللي راهم شابين وريحتهم بنينه فاصل ونواصل اعزائي
أعزائنا المشاهدين، عاودنا رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا الفلايك تاوعي أتحمروا، أنا الكريمة تاعي ها هي كيما راكو تشوفوا فيها هنا قالت نحكم نعمرها في الكؤوس ديالنا. الوغ انا هنايا نزيد المايس في هذوك تاع لي باركيت اللي راح نواسوهم، ونزيد كريمه سائله هذا تاع لي باركيت هذوك تاع القوارب. درنا داك الدجاج طاب مع لي زيبيس والفلفل الحلو الحمار. الوغ نزيدو هنايا البروكولي على هاد الدجاج اللي طيبناه ثاني وحده. هنا نخلي لاصوص تنشف اوكي، وهنايا نزورو البروكولي تاعي هاو من اللور مخبي باش يشوف عزيزي المشاهد، ومن بعد ديري له بروكولي ولا بروكولا كما حبيتي. بروكولي ها من بعد شوفوا هي تقدروا تواسيو هكذا. انا هنا بدلت المولة علاه اختي، يعني نحينا لا فيزيون. سبحان الله وبحمده سبحان الله. شوفوا هي هنا نجيبو هكا هذاك الدجاج نزيدوه من الفوق هلا، ونجيبو هادوك البروكولي تاعنا نزيدوهم من الفوق. هاي ما يما بسيطة عرفوا، قال لك اللي دعاك اكثر خلتهاك ماما. سكتي برك الله اللي دعاك. الوغ نديرو هكذا البروكولي من الفوق ونجيبو الكريمة السائلة ونشبحو بها من الفوق كما قالوا خاوتنا التلمسانيين اللي نحيوهم بالبزاف بالبزاف بالبزاف. الوغ حنا عندنا كل شيء تاو طايب، حنا كلش راهو روحي بالعقل. دونك بقات حاجه واحده. راني هنا راني هنا اصبري ما تغامريش بينا. ايه انا هادو راهم واجدين، نخليهم يبردوا ومن بعد ندير لهم السكر من الفوق ونحرقوا بالشاليمو كيما نديروا لا كريم بغولي. هذا ما كان هنا نزيدوا الفرماج غابي من الفوق هكذا باش ندفعوه بوغ غراتيني. ما تنساوش بلي البطاطا تاعنا طيب درنا لها الفرماج فونتو، واللي ما يحبش يدير لهم السكر من الفوق يقدر يخلط باسكو في اباز دو قرفه، يخلط القرفه مع شويه لوز ويديرهم من الفوق، ولا يبس شويه وسمو واشن يدير ايفا كاراميليزي ليكوس تشينا مع القارص سيتوسا ويديرهم ندفعو ندفعيها الى الفرني. دونك هنايا نجيبو القوارب تاوعنا. شوفوا هنا ندير الفخوماج غابي من تحت هكذا عمر لك اصبري كاين ليهم شادين روحهم وكاين لي لا علاش نعمر. ايه بصح ما ترفديش لها الصوص باش ما تشمخناش نص معاها. اوكي نصفيها لك؟ لا لا شو نصفيها لك نصفيها لك ما عنديش مشكل. ترفدي غير بشويه فهمتي جو ما تعمريش بزاف هكذا. ايه فوالا كيما راكم تشوفوا. لا لا نفهم انا نفهم كي تقولي لي نفهم برك قولي لي برك. قالت لي النار يمشي هنا فوالا كيما راكم تشوفوا. شوفوا انا قالت لي ما ترفديش المرقه ياك وهي شو كيفاش دارت هاك جو راكي تخدم في السيمان بسم الله الرحمن الرحيم وانا قاعده ديليكات هكا نخدم من الفوق. ديليكات انت مثل ولا ديليكاتيس لا تليق بك. لا تليق بي لا لا باش تشوفوا باللي كاين واحد يسمع الهضره واحد يشل المرطاس. فوالا دونك حنا هادو ما نزيدو لهم دركا شويه فخوماج من الفوق وندخلوهم جوست باش يذوب. اه تعيشي باش يذوب ومن بعد نديكوريوهم شويه طوماط سوغيد شويه معدنوس من الفوق. من بعد الديكوري شوفوا على الطاوله ونشرحوا لهم واش درنا على الطاويله. زيدي هنا شويه ماكش دايره وين هنا كي دايره هنا الفلوكه خليتيها فارغه راح تروح فارغه هذه نصومه راح تروح نصومه تاع 5 ملايين كنت نقول لهم. عزيزي المشاهد نتلاقاو على طاوله التقديم باش تشوفوا النتيجه النهائيه للنهار اللي عمر فلايك اكثر من عام. وهذو تاع من تاع الجيران وهذا اللي كتخلي فيهم علي انا بالنص مساكن فاصل وانا واصل أعزائنا المشاهدين لحقنا للنهاية تاع الحلقة تاع نهار اليوم اللي قدمنا لكم فيها نمنازو الوصفات اللي راهم مقابلنا الغراتان تاع البطاطا حلوة والبروكولي والخضر والجاج والجاج كما تقول نازو. هادوك القوارب الفلايك نصهم هرب راح وبقاو لي غير شويه قعدوا يدوروا في السواحل كاع قطعوا البحر بالزجاج تانيك. وهادوك لي فيغين اللي دارتهم نازو
كاتالان لا كريما كريما دي كاتالانيا دي كاتالانيا دونك فوالا اللي وصلت لنا بالحمضيات ان شاء الله. شبه الكريم برولي مي هي دون اوتر فاسون تاع منطقه الكاتالان. كريم برولي طيب في الكوشه هذه كاتالان. دونك ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات تجربوهم وتقولوا لنا في لي كومونتير. عطونا كونجيغيزون تاع دوك ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات. الجمله المفيده اللي دارتها اختي ساره. وي لا بياني فرحانه جاني واحد الخبر شباب. اي صح الله الله يدوم الفراح كما يقولوا مع بلاطو بيض. نتلاقاو في حصه واحده اخرى في ضحكه واحده اخرى وفي طياب بزاف ان شاء الله. جميع عشاق الكسكس إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة شهية ولذيذة صحية وسخية مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة كسكس متوسط كسكس رقيق كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير فاجئي نفسك مع كل وصفة إكسترا بنان هذا مكان.